مرحبا، هل أنتم راضون عن شعركم؟ أنا ليجين، وكما قد تكونون لاحظتم أنا أصلع. منذ 12 عاما تطرق ليجين وهو مطرب صيني مشهور في أغنية التفكير فيك من مكان بعيد إلى الألم الذي يسببه الحب، وهو حاليا يفكر في الألم الذي يتسبب به فقدان الشعر. العام الماضي بدأ شعري يتساقط في كل مكان، في حوض الاستحمام وعلى وسادتي. أتعرض في عملي لضغط هائل وبات شعري يتساقط حتى من دون لمسه. أشعر بأنني أكبر من صديقتي بكثير. حتى إذا سرحت شعري سيتساقط منه الكثير. راودني مرة كابوس مزعج، فقدت خلاله شعري كله، وهاجرني زوجي. إذا بدا شعركم دهنياً ومتناثراً ورقيقاً وبدأ بالانحصار عن مقدم رأسكم فلا مجال للشك، أنتم تخسرون شعركم. وفقدان الشعر يعني أن الصلع في طريقه إليكم، وقد تبدون أكبر سناً وينتهي بكم المطاف صلعاً، وهذا ليس بالخبر السار على صعيدي الحب والعمل. إن تساقط شعركم فأمامكم حلان اثنان. الأول في حلقه، ماذا؟ لا تجرؤون، جربوا الحل الثاني، استعملوا سانبرست. إنه مستخرج من 6 أعشاب طبية صينية، وهو مزيج وفقا لوصفة إمبراطورية قديمة، يخلصكم من الأكياس الدهنية فتحصلون على شعر أقوى وأكثر كثافة. باستخدام جهاز لتكبير المسامات 50 مرة نجد أنه في المتوسط لا تنمو إلا شعر واحدة في كل فتحة مسام حيث يتساقط الشعر، في حين أن في مسامات الرأس السليم تنمو شعرتان في كل منها. ماذا؟ لا تنمو في كل فتحة مسام في رأسي إلا شعرة واحدة؟ هذا ما يحصل. لمكافحة فقدان الشعر عليكم أن تعيدوا إلى مسامات رأسكم صحتها، فتنمو شعرتان أو 3 شعرات في كل مسام. يحوي سائل سانبرست المغذي للشعر نبتة تقضي على الأكياس الدهنية وتسيطر عليها، كما يحتوي على مستخرج نبتة الجينسينج التي تقوي الشعر، ونبتة الهالوك والعصفر. تنشط هذه العناصر بصيلات الشعر النائمة وتجدد الخلايا، فينمو الشعر بكثافة ويبقى على هذا النحو. 1 2 3، هذا مدهش، ستنمو لكم الآن 3 شعرات بدلا من 1، فتحصلون مجددا على شعر قوي وكثيف كتحول صحراء إلى واحة. سيخف تساقط شعركم، إن سانبرست فعال جدا. هذا صحيح، سانبرست فعال في هذه الحالات، لكن حالما تصبحون صلعا بالكامل يكون الأوان قد فات. بعد أسبوع، إنه فعال، استعملته أسبوعا واحدا وما عاد شعري مدهنا. كانت صديقتي تقول إن لشعري رائحة كريهة لكنها زالت. بعد أسابيع، عندما أستحم يتساقط القليل من شعري كما ترون، حتى إذا شددت شعري ما عاد يتساقط. بعد شهرين، مضى شهران على استعمال سانبرست، بات شعري الآن أكثر كثافة وسمكا، وأصبحت كل شعرة أنعم وأقوى. عادت بصيلات الشعر الميتة إلى الحياة، وبات الآن من كل فتحة مسام تنمو شعرتان أو 3، ما يعني أن الشعر أصبح أكثف بمرتين. شعركم أكثف ب3 مرات، أليس الوقت مناسبا لتستعملوا هذا المنتج؟ عند معظم الناس يبدأ شعرهم ينحسر عن مقدم رأسهم ويستحيل رقيقا عندما يبلغون 30ات. قد يكون عندهم منزل جميل وسيارة جميلة باستثناء الشعر، إنه لواقع محبط جدا. مرحبا، كيف حال شعرك؟ إنه بخير شكرا، تفضل بالدخول، تفضل يا صغيرتي، ألقي التحية. أيها العم لي، أنت أصلع فعلا. أجل أعلم هذا، يدعونني لي جين الأصلع. كاد والدي أن يصبح مثلك أصلع. كنت قد بدأت تفقد شعرك بغزارة صحيح؟ أجل، الشعر على رأسي أصبح خفيفا جدا، فوضعت شعرا مستعارا للقاء الناس. ما عدت تضع شعرا مستعارا، أليس كذلك؟ ما عدت بحاجة إلى ذلك، ألا تصدقني؟ هيا شدني من شعري بقوة، شدني. إنه كثير، إنه طبيعي. جدا، أنا أحسدك فعلا. عرفت أن سانبرست مصنوع من وصفة عشبية سرية وأنه فعال، فقصدت المتجر واشتريته له. بعد أسبوع على استعمال سانبرست ما عاد شعري دهنيا. نعم. وما هي إلا بضعة أشهر حتى أصبح كثيفا. أجل. ليس بكثافة شعر الشباب، لكن مقارنة بما كان عليه فإن الفارق يعتبر هائلا. عليك إذن أن تشكر زوجتك لأنها اشترته لك. وأنا شاكرة لها، وإلا لحصلت على والد الأصل. حين تبلغون منتصف العمر فلن تقلقوا من انحسار شعركم، سارعوا إلى استعمال سانبرست ليستعيد شعركم كثافته فتبدون أصغر سنا. أثبت فعاليته في مواجهة مرض الصلع الوراثي وداء الثعلبة، وقد أثبت صحة ذلك مستشفيان في الصين. سارعوا الآن لشراء سانبرست وأعيدوا إلى حياتكم الشباب والثقة. يخضع الموظفون ذو الياقات البيضاء لكم هائل من الضغط، فيبدأ شعرهم بالتساقط على الوسادة والمشط وفي حوض الاستحمام. أما بالنسبة للذين يبحثون عن علاقة حب، قد يفسد لهم فقدان الشعر صورتهم.
عندما انتقلت حماتي للمرة الأولى سألت ابنتها لما اخترت رجلا كبيرا في السن، وقالت لها إن تساقط الشعر قد يكون مرضا وراثيا. انظر، هكذا كنت في ذلك الوقت. رجل من دون شعر رجل ناقص. بالضبط. فاقترحت علي صديقتي أن أستعمل ساندرست. أخبرتني أنه يغذي الشعر وهو مناسب لأصحاب الشعر الخفيف. أمامك وقت لتنقذه. إن أصبحت أصلع بالكامل مثلي فسيكون الأوان قد صحيح. ما إن استعملت ساندرست تغير كل شيء. ما هي إلى 7 أيام حتى ما عاد شعري دهنيا. الآن وقد تحول شعرك إلى كثيف، يحاكي هذا الأمر تحول صحراء إلى واحة فعلا. أجل، التقيت مرة صديقين لي واعتقدا أن شعري مستعار، فطلبت منهما نزعة فصدقا أنه طبيعي. لدي صديقة جميلة سنتزوج الشهر المقبل، كما رقيت لمنصب مدير قسم. تهاني بحلك مشكلة فقدانك الشعر، شرعت أمامك الأبواب على الصعيدين العملي والعاطفي. نقدم إليكم السيد لين، استعاد شعره الكثيف، ما حسن من صورته وساعده على إيجاد وظيفة وحب جديد. لا تنتظر، جرب سانبرست واختبر كيف تتحول الصحراء فعلا إلى واحة. لا تهمل الأمر لتصبح سرعا، سيكون الأوان قد فات. استعملوه الآن واستعيدوا شبابكم وثقتكم. من قال أن الرجال وحدهم يعانون فقدان الشعر؟ قد يصيب هذا الأمر النساء أيضا. يستطيع الرجال حلق شعر رؤوسهم والمحافظة على وسامتهم، لكن ماذا عن النساء؟ كان شعري خفيفا جدا، لم يكن لدي إلا طبقة رقيقة، ما كنت أسمح لأحد بلمسه. وحتى لزوجك؟ لم تسمح لابنتنا الصغيرة بلمس شعرها فضلا عني أنا. كانت تحاول أن تلعب بشعري، وكلما كنت أرى يديها تقتربان من شعري كنت أتفاداها. فقدان الشعر عند النساء أصعب بكثير من فقدانه عند الرجال. كانت تراودها أحلام عن أن شعرها يسقط فتجهش بالبكاء، وفي صباح اليوم التالي لا تنظر في المرآة مخافة أن تكون صلعاء. إن كنت تفقدين شعرك المهم أن تتصرفي بسرعة لوقف تساقطه. أجل، كنت قد سمعت كثيرا بسانبرس وبأنه مصنوع من أعشاب طبية صينية، لذا قررت أن أجربه. استحق الأمر العناء، إن مفعوله مدهش فعلا. لم يعد شعري يتساقط وقد أصبح قويا وكثيفا عندما أجمعه لأسرحه بالمشط. انظر إلى كثافته، لن تصدق أنه كان بنصف هذه الكثافة. كان يتساقط وكان خفيفا جدا. أجل، إنه أسمك من قبل ب3 مرات، هذا واضح. كيف حصلت على سانبرست؟ لقد اشتراه لي زوجي. في الواقع لقد كان هذا لطفا كبيرا منه. في ذلك الوقت كان أمامنا إما تجربة سانبرست أو ترك شعرها يتساقط، فجربت. أوافقك الرأي، كما أنه ليس باهظ الثمن. ابدأوا باستعمال سانبرست، سينمو شعركم كثيفا فتبدون أصغر سنا وأكثر جاذبية. وبحسب السلطات الطبية في الصين فإن سائل سانبرست مغذي للشعر مفيد جدا ومن الآمن استعماله، لذا يمكنكم شراؤه من دون أن تشعروا بالقلق. استعملوه الآن واستعيدوا شبابكم. إذا أصبح شعركم دهنيا ومتناثرا ورقيقا أو بدأ بالانحسار عن مقدم رأسكم فأنتم تفقدون شعركم. انتبهوا جيدا لعلامات الخطر هذه. إذا تساقط شعر رأسكم احلقوه أو استعملوا سانبرست. أي خيار تفضلون؟ استعملوا سانبرست الآن قبل فوات الأوان. يحتوي سانبرست المغذي للشعر على مستخرج من 6 أعشاب طبية صينية، وهو مزيج يعد وفقا لوصفة إمبراطورية قديمة، يزيل الدهون ويقوي الشعر ويعيد إليه عافيته. ستنمو لكم 3 شعرات بدلا من 1 في كل فتحة مسام، فينمو الشعر بكثافة ويبقى على هذا النحو. بعد أسبوع على استعمال سانبرست ما عاد شعري دهنيا، أصبح نظيفا ومرتبا. اعتدت الذهاب إلى صالون التجميل لأسرح شعري وأصبغه، ما جعله رقيقا وأرق، فرحت أصبغه مرات أكثر إلى أن تعرفت إلى سانبرست وأخرجني من الفخ. لم يجعل شعري يتوقف عن التساقط فقط، بل أيضا جعله ينمو أسمك من ذي قابل. عانيت مشاكل من فقدان الشعر، فأهداني تلامذتي سانبرست كهدية، وها هو شعري ينمو. يمكنني حتى استعمال الجل، وبفضل سانبرست عدت أصغر ب10 سنوات. 3 مرات أسمك من ذي قبل، إنها صحراء تتحول إلى واحة. عندما يستعيد شعركم كثافته ستبدون أصغر سنا من قبل، فضلا عن أن الشعر الصحي يمنحكم صورة فضلة. سيصبح شعركم بهذه الكثافة. استعملوه الآن واستعيدوا شبابكم وثقتكم.